تطلع على هذا، هذا اول شيء في كلمه في بدايته هو دايفرام، طبعا واضح انه هو دايفرام. هلا نوع الدايفرام انا ما بعرف، بده يكون شيء ميتاليك. هلا لاحظوا الدايفرام احتمال يكون راح يكون موجود هون في القطعه الثانيه، لانه هذا اسمه فلاش. ايش يعني فلاش؟ فلاش يعني مش بارز، مسح جاي. مش بستعمله بالتعبير العامية، بستعمله مسح، يعني ما في حاجه يدخل لجوه. فهون عندنا في المكان السلندر او المكان اللي بدنا نقيس البريشر فيه راح نحفر نفتح فتحه. بعدين ايش رح نعملها؟ رح نسننها. بعدين رح نجيب البريشر ترانسديوسر نشده وندخله نشده بمكان الثريد لحد ما هذه القطعه اللي موجوده هون اللي الدايفرام فيها او بداخلها او هي نفسها الدايفرام رح يصير فلاش في داخل السلندر اللي بدنا نقيسه. هلا ليش بنحب انه يكون فلاش؟ عشان ما يتجمعش اوساخ. هلا اذا بتطلعوا هون وهون طبعا ايش الجهه الثانيه بيطلع منها؟ ايش توقعوا من هون؟ الكهرباء. مش انا بدي احول من فيزيكال سيجنال لالكتريكال سيجنال، مزبوط؟ هذا شايفين هذا ايش هون لايش هذا؟ عشان اشد فيه، عشان اشده، اذا بدي اشده على البروسيس. فحفرنا احنا بالبروسيس، سننا، بدنا نتاكد طبعا انه السن الصحيح من هون، وبعدين بنشده، فبصير من جهه هو داخل على البروسيس. بعدين كمان بدنا نتذكر البروسيس ممكن تكون كوروسيف. ايش يعني؟ كوروسيف يعني بتدفع مواد، بعرفش ايش بنسميها بالعربي، كوروسيف يعني ماده حارقه. فبده يكون هذا رح يكون ان تاتش، هذا رح يكون ان كونتاكت مع الماده الحارقه. فبده يكون بعرفش اذا هذا ستينلس ستيل محطوط مثلا هون سب مينيتشر ستينلس ستيل يونت هيها، عشان تقدر تتحمل تتعامل مع البروسيس اللي احنا عمالنا بنقيسها. هلا اذا بتطلعوا هون الرينج الاوتبوت على فكره الكتريكلي اللي بيطلع يا اما 4 ل 20 ملي امبير يا اما 0 ل 5 فولت. 4 ل 20 ملي امبير ممكن يطلع عندي صناعيا، في ستاندرد صناعي 4 ل 20 ملي امبير، بتكون بيطلع عندي اوتبوت من هون 4 ل 20 ملي امبير. اذا نطلع هون هلا بنشوف مثلا 0 ل 5 فولت. خلينا نطلع على الاشياء الاخرى هون مثلا موجوده. هي عندي البريشر رينج طبعا حاطه هو في البي اس اي وفي البار من 0 ل 500 او من 0 ل 5000. طب كيف بعرف انهم ل 500 او 5000؟ بختار حسب الموديل. رح يكون في رقم بعد ال 355 بقول لي الموديل هذا اي موديل فيهم. يعني اذا طلعنا هون احتمال نشوف 355 في رقم معين لازم يكون، ما مبين، مبين شيء معكم؟ انا مش شايف شيء هون. فيمكن لما بتعمل اوردرنج بدك تقول له بدي 355، بدي الرينج تبعه يكون من الصفر ل 5000. معظم الشركات بحطوا رقم. نعم، وين الموديل؟ وينه؟ 3 1 3. بس حاطه نفسه للتنين، فاهم علي؟ يعني مرات بحطوا رقم بعد ال 355، مثلا بحطوا بعد الرقم 500 او 5000، فبصير القطعه هاي لها يونيك، رقم يونيك. هلا هيك الرقم لو انه 355 ما بعرف اي رينج فيه. بعدين عندنا هون كمان، هلا هون اطلعوا هدول، هدول مهمين. هاي الريزولوشن لانه هو انالوج ديفايس، فالريزولوشن تبعته انفينيتي اللي ماخذين ام اس دي. بنحكي عن الريزولوشن، ريزولوشن اذا السيستم ديجيتال في له ريزولوشن رح يكون في رقم هون لانه انالوج معتبر هو ريزولوشن انفينيت. بعدين نون لينياريتي ونون ريبيتابيلتي، ايش هدول؟ هدول ايش لهم علاقه؟ مين بيعرف؟ نورس ودينا ديما لازم يعرف. لا 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 لا، ايش النون لينياريتي شو هي؟ ايش احنا بنسميها احيانا؟ او هون ايش بتمثل؟ او النون ريبيتابيلتي شو بتمثل؟ ايش له اسم؟ له اسم. النون ريبيتابيلتي شو هي؟ ايش بتمثل؟ نورس. ايوه، شو بنسميه هذا؟ شو سميناه؟ بريسيجن. بريسيجن تمام. النون ريبيتابيلتي هي البريسيجن، حكيتي؟ انا اسف ما سمعت. النون لينياريتي هون ايش بتمثل؟ هو بتمثل الاكيورسي، ما فيش شيء ثاني، مش حاطط شيء ثاني هون. فالسبب الرئيسي للاكيورسي هو النون لينياريتي. والريزولوشن طبعا هون، هلا تمبرشر الاوبريتنج تمبرشر كومبنسيتد، هلا ممكن نعملها كومبنسيشن، نعمل كومبنسيشن بالرينج التمبرشر، فبقدر اشتغل على تمبرشر اعلى او اقل من هون تمبرشر افكت. هون في عندنا اذا كان اثر التمبرشر، ايش يعني؟ التمبرشر مش شيء انا بدي اقيسه، بس ايش ممكن يتحول هون؟ لا ديستربنج فاكتور. فالديستربنج فاكتور هلا هو بيقول لي اذا انت بدك تحسن التمبرشر تعمل تحسن القراءة، لما تتغير درجة الحرارة عن درجة الحرارة المطلوبة بإمكانك تعمل الأدجستمنت بهدول. وهدول اسمهم زيرو وسبان، بغيروا بغيروا السلوب وبغيروا الانترسكشن. عندنا الأوتبوت ممكن يطلع زيرو ل 20 ملي أمبير أو ممكن يطلع زيرو ل
5 راحوا هون بصير 2 واير اذا كان 4 ل 20 بالامبير وبصير 3 واير اذا كان 0 ل 5 فولت. اخر شيء هون في الرسمه هاي اللي بتعطيني الدايمنشنز. هاي هون انا بتوقع هلا هون البروسيس اظن البروسيس موجوده هون واحنا هي بنعمل ثريدنج نحفر بنعمل ثريدنج وبننزل هذا بنشده هون وحتى كمان اذا كان بده يشتغل بشكل صحيح المفروض يعطيني التورك. ايش هو التورك؟ التورك اللي ما لازم اشد اعلى منه لازم اشد هذا لما بشده شلون ثريد بدي اشده بتورك عاده معظم البروسيس الصحيح المفروض بعطيك بالمانيوال بقول لك هذا ما بتشده اكثر مثلا من 30 نيوتن متر. ما بدي اقل عشان ما يكونش رخو بس ما بدنا اكثر عشان كمان ما نخرب نكسر السن. في له تورك محدد بتثبت فيه حتى اثبته على ال